أولا يعود الفضل فيها بعد الله سبحانه وتعالى لإخواننا عائلة سلوان التميمي، وعلى رأسهم سماحة الشيخ عبد العظيم سلهف رئيس مجلس الأوقاف، ونبينا صلى الله عليه وسلم علمنا أنه من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، فجزاهم الله تعالى خيرا. طبعا بعد إخواننا عائلة دوار سلهف في الأسبوع الماضي كانت عائلة السلايمي، وككرة الثلج العائلات يعني خلينا نستخدم المصطلح العام بتغار من بعض، ومش غلط يعني انه نغار او نغبط الاخرين على هذا العمل الذي قام به الاخرون ونقلد به الاخرين، لان الهدف الذي نسعى اليه هو هدف ثاني، وهو الدفاع عن المسجد الاقصى المبارك، حماية المسجد الاقصى المبارك، التواجد الدائم في المسجد الاقصى المبارك. كلنا نعرف فضل المسجد الاقصى المبارك واهميته بالنسبه لنا كمسلمين، فهو اولى القبلتين وهو ثاني المسجدين وهو ثالث الحرمين الشريفين، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد، المسجد الحرام والمسجد الاقصى ومسجدي هذا. اليوم كان هنا ثلاث عائلات فيما اعلم: عائله القواسمه وعائلة كيدك ونحن عائلة الرجبي الرفاعي. نتمنى في الأسابيع القادمة أن تكبر كرة الثلج ليس في يوم الجمعة فقط، وإنما في بقية المسجد في بقية الأيام وفي بقية الصلاة. إخواننا الكرام، ما تبقى لنا من كرامة في هذه الأرض وفي هذا المكان هو صمودنا، جهادنا، رباطنا، ثباتنا على هذه الأرض المباركة وعلى هذه الأرض المقدسة، وبالتالي هذا حافز لنا جميعا، ليس الرباط في الأقصى فقط، وإنما الالتزام بأحكام الإسلام، إقامة الصلوات، التزام ببقية الشعائر الدينية المطلوبة منا. ليس شرطا أن آتي وأحضر إلى المسجد الأقصى المبارك وأخذ اللقطة والصورة وبعدين أروح وانتهى الموضوع، لأنه أنا اليوم يا أخواني وأنا جاي، طبعا جيت متأخر ما حضرت الصلاة من أولها، لكن للأسف بعض الشباب لا ادري من اي عائله حتى لا اظلم احد، لا ادري، كانوا واقفين على البائك اللي بجنب القبه النحويه قاعدين، الصلاه قائمه والشيخ يوسف ابو سنين قاعد بدعي وهم قاعدين بيضحكوا وبيلعبوا، شباب مش صغار يعني، شباب 20 و22 و18